المناضل نرجع عشان نرجع بس المناضل اه طبعا هعمل خطه مخطوطه لا لا فيك فلوس مش شايفه كده هو سايب لنا يعني كل ما نعتز ربنا بعدين ماما احنا كلنا مفتقدين واحنا جنبك واخواتك ربنا يبارك فيك والنموذج اللي تركه في الفن وفي الحياة احنا فخورين بيه ربنا يتقبله وواسع رحمته وواسع جنته يعوض مصر عنه خير وعزائي لأسرته ولمحبيه ولمصر والوطن العربي ربنا يبارك فيكم جميعا.